أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، يقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عباد الله، في هذه الجمعة سأضطر أن أترك تناول موضوع مبادئ الشيعة التي شرعت فيها في الخطبتين الماضيتين، لكي نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى متذكرين الأيام التي خلت في هذا العام الميلادي، لنأخذ العبرة حتى لا ننسى، لأن الملاحظ أن ذاكرة المسلم أصبحت ذاكرة مثقوبة، أصبح المسلمون يعملون ويتحركون بغير ذاكرة، يقتلهم العدو بالأمس ويأكلون معه في صحن واحد بعد يوم واحد. أمة رسول الله أصبحت تعيش بغير هوية، بغير ذاكرة، بغير مرجعية، في حين أن اليهود يعيشون على ذاكرة آلاف السنين. جاءوا باليهود إلى فلسطين لأنهم يقولون بأنها أرض، هي أرض أجدادهم، لا ينسون. المسلمون هم من ينسى، فسنذكر بعضنا البعض حول بعض هذه الآلام التي تفطرت لها قلوبنا في محاربة أعداء الله طوال عام كامل للإسلام في أبعاده الثلاثة: في عقيدته، في أرضه، في إنسانه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن قلنا لنترك جانبا الحديث عن مسألة التشيع المنحرف. عباد الله، بعد فشل كل الطروحات العلمانية في طول وعرض العالم الإسلامي لمدة ردح من الزمن قد يصل إلى قرن، العلمانية بشقيها الليبرالي والشيوعي التي حكمت العالم الإسلامي في القرن الماضي لم تطعم الناس من جوع ولم تؤمنهم من خوف، بل زادت مشاكل الأمة، بل ضيعوا الأرض والعرض، بل ضيعوا المال والبترول، بل ضيعوا أعظم ثروة وهي الإنسان. فلا أعرف إنسانا ضائعا في الكون كما هو المسلم. إذا قتل يهودي قامت الدنيا ولم تقعد، أما محق أمة بأكملها إذا كانت أمة المسلمة فلا يتحدث عنها أحد، فلم تعد للمسلم قيمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد أن بدأت أمة الحبيب، صلوا على الحبيب، تتلمس الطريق بعد طول ضلال، بدأت تعود إلى الله، بدأت الصحوة تعود، إذا بأعداء الله يكشرون الأنياب، وإذا بهم يتحركون لكي يقتلوا هذه النهضة والصحوة في مهدها، وحتى لا يفاجؤون في يوم من الأيام بالمارد يخرج لهم من القمقم. قال فرانسوا ميتران، وقبله قال الرئيس ديغول: ليس الصين هي من يهدد حضارة الغرب، وليس الاتحاد السوفيتي الذي نشعل معه حربا باردة، لكن الخطر يكمن من الرباط إلى جاكرتا في باكستان، إننا نخشى أن يخرج محمد من جديد. لا إله إلا الله محمد. ثم دعا أوروبا وأمريكا وجميع الأحلاف
أن يجتمعوا في حلف واحد ليحاربوا هذا المارد قبل أن يخرج، يمنعوه من الخروج حتى لا يفاجأوا بأمة رسول الله تأخذ المشعل من جديد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، من جملة ما حارب به أعداء الله تعالى عقيدتنا في العام الماضي، نذكركم، فقد شهد العام، هذا العام الذي نحن على عتبة توديعه 2006، الذي أوشك أن ينصرم، شهد هجوما غير مسبوق على حبيبنا رسول الله عن طريق الرسوم الكاريكاتورية التي ظهرت في إحدى الصحف الدنماركية، والتي رفض الغرب أن يعتذر لأمة رسول الله بدعوى أنها حرية الرأي، حرية الصحافة. والدول كلها أرسلت رسائل إلى هذه الصحيفة تقول لها أثبتي على المبدأ فلا دخل للسلطة التنفيذية في الخط التحريري للصحيفة. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نضحوا المسلمين روحكم، نضحوا رسلكم على الحيط. لا يستطيع أحد يتحدث مشككا في الهولوكوست. أوروبا، مسألة الهولوكوست مسألة مقدسة. أوروبا التي ترفع شعار حرية الرأي والتعبير هي من يمنع ويتابع ويحاكم أي مفكر سولت له نفسه مجرد أن يطرح قضية تاريخية للتشريح العلمي في المختبرات العلمية. يحكم عليه، تصادر كتبه، يتابع في قوته، يضيق عليه. أما محمد، إياكم إياكم أن تعتذروا لأمة المليار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما تعرض الحبيب، صلوا على الحبيب ولو كره المجرمون، كما تعرض الحبيب في كثير من قنوات التلفزية الغربية ومنها الأمريكية في حوارات أجراها بعض الصحفيين، تعرض الحبيب للنيل من شخصه، وتعرضت أمة رسول الله للنيل، وتعرض دينها وكتابها للنيل على أسماع البشر، فلم يعتذر أحد لأمة الحبيب صلى الله على الحبيب. لا إله إلا الله. وكانت مؤخرا آخر محاضرة لمن يجلس على الكرسي الرسولي نجاسة البابا في محاضرة بألمانيا، يتناول الإسلام تناولا عياذا بالله لا يترك خسيسة ولا دنيئة ولا سيئة ولا منقصة إلا وألصقها بدين هو دين الإسلام الذي نعيش اليوم، الذي أنزل الله فيه على رسوله اليوم أكملت لكم دينكم، الدين الكامل، الدين التام، النعمة التامة. يساء إليها في محاضرته ويقول بملء فيه لم يأتي الإسلام إلا بالشرور. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي نفس الاتجاه تم تنجيس المصحف الشريف في معتقلات غوانتانامو باعتراف الإدارة الأمريكية، ورفضت أن تعتذر لأمة القرآن، فقد ألقي المصحف الشريف في هذا العام، عام فضيحة أمة الحبيب. كتب أحد المفكرين الإسلاميين عن هذه السنة فقال سنة 2006 هي سنة العار والفضيحة. فضحنا في أعراضنا، فضحنا في مقدساتنا، وليت الأمر تعلق فقط بتنجيس المصحف في غوانتانامو، فالقائمين على غوانتانامو مشركون، فكيف وقد نجس المصحف في سجون تونس؟ في سجون تونس ألقي المصحف في دورة المياه، فشكى المساجين الملتزمون، شكوا، من يسمع شكوى المسلمين؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا إله إلا الله.
ولقد داسوه بأقدام في مساجد العراق، وقد رأينا ذلك عبر التلفاز. مصحف أمة الحبيب يدخل العنجاس إلى المساجد وقد حرقت وهدمت وقصفت، ويدخلون إلى حرمها الذي يسجد فيه لله بالأقدام النجسة، ويأتون إلى المكتبات التي تحوي المصاحف فيقطعونها ويمشون عليها بأقدامهم. يا الله، يجربون هل بقيت لهذه الأمة من بقية حياة أم أنها قد ماتت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الاستهزاء بشريعة الإسلام فحدث ولا حرج، يكفي أن نعرف لا إله إلا الله أن الحجاب مضيق عليه في فرنسا وفي الغرب، ولا زالوا ينعتون الحجاب بذلك الرمز المناهض لعلمانية أوروبا. يا الله، بل إن الحجاب لا يتعرض ولم يتعرض في السنة الماضية للأذى فقط من قبل الأوروبيين، لكن المحجبات في دولة إسلامية يا حسرته تونس تمنعن من ارتداء الحجاب، وأي متحجبة حامل ترفض الإدارات، إدارات المستشفى، أن تستقبل المحجبة لكي تلد في المستشفى، فتضطر لكي تضع وليدها في الشارع لأنها محجبة، لأنها محجبة. أما في المغرب فقد سمعتم في الأسابيع الماضية عن رئيس شركة الطيران يمنع المضيفات من ارتداء الحجاب بدعوى أنها تشين إلى الخدمات. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما وزير الثقافة المصري فقد اتهم الحجاب بأنه يؤدي بالأمة للرجوع إلى الوراء. سبحان الله، الحجاب هو اللي راح تأخر، ما تأخرش بسبب تأخر علمي، هذيك الكغت وذيك الكتنة اللي تديرها المرأة فوق رأسها هي سبب تأخرنا. بحال كنا شي نهار متقدمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الجانب، جانب العدوان على الإنسان وعلى الأرض بعد العدوان على العقيدة والشريعة فحدث ولا حرج، فلقد شهد العام الماضي تعاظم الحصار على الشعب الفلسطيني المسلم لما اختار عبر الصناديق وعبر شعار الديمقراطية التي جاءت أمريكا لنشرها في الشرق الأوسط، اختاروا حماس، إذا بالحصار يشتد ويشتد ويشتد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشهدت الأراضي الفلسطينية بعد أن فشل الحصار في إسقاط الحكومة، شهدت أعمالا عسكرية واقتحامات، طارة تحت مسمى أمطار الصيف، وطارة أمطار الخريف، وطارة وطارة، اقتحامات واغتيالات وقتل بالجملة. ومن منا ينسى العام الماضي صرخات هدى غالية في شاطئ غزة؟ من؟ هل تنسى أمة الحبيب صرخات هدى غالية وهي ترتمي على الرمال المحرقة، فتأتي إلى أمها وتجد أن روحها قد أزهقت ظلما وعدوانا، تشكو إلى الباري ظلم العباد، وتأتي إلى أبيها فتجده نال نفس المصير وكافة عائلتها، فسمع العالم صرخاتها، ووددت لو أني كنت تحت الأرض حتى لا أسمعها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. من منا ينسى صرخات نساء بيت حانون والمرأة التي تواجه الدبابات وتقول أينكم يا عرب، أينكم يا عرب، أسلمتمونا يا عرب، خذلتمونا يا عرب، ونقلت الكاميرات صوتها للعالمين.
ليسمع القاصي والداني حتى لا تكون حجة له بين يدي ربه في خذلان إخوانه. من منا ينسى العائلة التي أبيدت بأكملها في بيت حانون، عائلة العثامنة، نحفظها عن ظهر قلب. عائلة العثامنة قتلت أكثر من 23 فرد مرة واحدة. لم يترك العجوز الجدة ولا الوالدة ولا الابنة ولا حتى الطفل الرضيع. يا الله يا الله. ويعجز المجتمع الدولي الظالم مجرد استصدار قرار يدين مجزرة بيت حانون، لأن أمريكا أشهرت في وجهه حق الفيتو. وقلنا ربما تكون هناك صوت، أو تكون هناك إن شاء الله تعالى صحوة ضمير بالنسبة لحكام العرب، فاجتمعوا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية، فتفاءلنا لصدور قرار يقضي برفع الحصار على فلسطين. لكن يبقى حبرا على ورق لحد الآن. وقد ألقيت خطبة بعد صدور القرار وشككت فيه وقلت: هل تراه قرارا سيعرف طريقه إلى التنفيذ، أم لن يكون كسابقيه من القرارة والتوصيات لا يساوي الحبر الذي كتب عليه؟ وكان كما توقعت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من منا لا يتذكر تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع الصهاينة في نفس هذا الشهر في منع دخول رئيس السلطة، رئيس الحكومة الفلسطيني، عند معبر رفح، يجلس على الرصيف ومعه المال، ومنع من إدخال المال لتنفيس كرب الفلسطينيين، منع، ورد المال إلى بنوك مصر. بل من منا ينسى أن بعض المأجورين في الأجهزة الأمنية استقبلوه بالرصاص فأرادوا أن يغتالوه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من منا ينسى التصريحات النارية التي يعلنها من فينة لأخرى رئيس السلطة، وكان آخرها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليزيد في آتوني أم نيراني تأججا لإشعال حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من منا ينسى أنه يفرح ويستبشر بلقاء أولمرت ويرفض أن يجتمع مع الفلسطينيين؟ ومن منا ينسى تصريحه أول أمس في مصر في القاهرة يقول منتشيا: إننا وافقنا مع أولمرت على إنشاء لجنة للتنسيق الخلفي، سماها التنسيق الخلفي، وهي لجنة ليست سرية لكن عملها يكتسي الصبغة السرية، معيدين إلى الأذهان ما يسمى بعملية التنسيق الأمني بين السلطة والصهاينة، والتي اكتوى منها الفلسطينيون، اكتووا بنارها، قتل قادتها عن طريق هذا التنسيق. فرجال الأمن والمخابرات الفلسطينية يعطون أخبار تحركات المجاهدين وأمكنتهم إلى هؤلاء للفتك بهم، كما فعلوا مع أحمد ياسين والرنتيزي وغيرها، فهي إشارة لبداية موجة جديدة لقتل قادة فصائل المقاومة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمر العام يا عباد الله بكل ما يحمله من آلام، يتجرع الشعب العراقي كما يتجرع الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر 2006 هي سنة الولغ في دم العراقيين حتى النخاع، أكثر من 200 قتيل يوميا. الله، حتى تعجب أهل حي في بغداد
حينما مات رجل موتة طبيعية فكتبوا يقولون الحمد لله الذي أحيانا حتى عشنا موتا طبيعيا لأول مرة. كل الذين يموتون يقتلون، فلما حضروا موتة طبيعية قالوا الحمد لله الذي أحيانا حتى شهدنا رجلا يقبض الله روحه دون تدخل رصاص العدو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. العراق يشهد فتنة طائفية فجرها الاحتلال الأمريكي وبإعاز من الصهاينة وبدعم من إيران حين التقت مصالحها مع مصالح المحتل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الانتقام يا عباد الله جار بالعراق على قدم وساق. العراق الناهض، النهضة العلمية العراقية تتعرض الآن للقتل وللمحو في المهد، علماء يقتلون، تهجير الأدمغة من العراق لإفراغ العراق من الأدمغة، حتى إذا خلى المحتل وجد العراق نفسه ليست له مؤهلات النهضة من جديد. تغيير في مناهج التعليم، قتل للأئمة بالجملة، قتل للأساتذة في الجامعات، قتل للأطباء والمهندسين، قتل سري تقوم به المرتزقة في جنح الظلام وبإعاز من المحتل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم لا تسأل عن أهداد عن أعداد المهجرين، 800,000 عائلة سنية هجرت من الجنوب، ولا تسأل عن السيارات المفخخة في الأسواق، من الذي يقف وراءها؟ من؟ سيارات في الأسواق، في المساجد، في الحسينيات، قتلى بالعشرات، من يقف وراء ذلك؟ من؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. من منا ينسى قضية الفتاة العراقية التي اغتصبت نهارا جهارا وقتلت بعد ذلك، وقتلت عائلتها، أبوها وأمها وأختها هديل. الله. ولم ينجو إلا طفلين صغيرين كانا في المدرسة، 6 سنين و8 سنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما خفي أعظم وما خفي يعلمه الله. لا إله إلا الله. يمر العالم، يمر العام على جراح نازفة في أفغانستان، على جراح نازفة في باكستان، قتل على الهوية، هدم للمدارس الدينية على رؤساء على رؤوس الطلاب. يمر العام على آلام وجروح في كل مكان. يمر العام وتفتح جبهة أخرى في جسد العالم الإسلامي من جديد. إنها الصومال. إنها الصومال، بلد المسلمون فيه يشكلون 100% على المسلمين، وكلهم من أهل السنة 100%. عاشت الصومال أكثر من عقدين تحت نيران ما يسمى بأمراء الحرب. لا يراد للقرن الإفريقي أن يستقر، فهي كما قيل حرب للفقراء بالوكالة عن الأغنياء. فقيض الله تعالى في هذه السنة التي نودعها تجربة رائدة، هي تجربة المحاكم الإسلامية الشرعية التي انتدبت نفسها لكي تلم شعث البلاد وتجمع جميع أطياف أبناء البلد الواحد. ولأول مرة بعد أكثر من 25 سنة تشهد الصومال نوع من الاستقرار تحت حكم هذه.
لكن أمريكا لم ترضى بذلك، وأوعزت إلى خديمها المطيع مليه زناوي الصليبي رئيس إثيوبيا، هذا الصليبي الحاقد النصراني، إثيوبيا بلد إسلامي ولكن حكمت بالحديد والنار، وحكموا الصليبيين فيها. إريتريا بلد إسلامي ولكن حكموا فيها السياسة فرق صليبي، وهكذا للإشراف على مشروع تنصير الأمة بتفقير المسلمين، ثم بعد ذلك الضغط عليهم بقوة القهر وقوة الجوع وقوة المرض لتنصيرهم. ولذلك فإثيوبيا تنصر أغلبها، أوعزت إلى هذا الصليبي الحاقد. أسأل الله في هذا اليوم هو وحكومته أن ينزل عليه آيته الكبرى، فتدخل والعالم ينظر، والمجلس أمم المتحدة كعادته لا يحرك ساكنا إذا كان الأمر يتعلق بإبادة شعب مسلم بأكمله. لا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليت شعري. هل يبقى من بقيت في قلبه ذرة إيمان وإسلام أن يثق في مجلس الأمن، أن يثق في هذا الغرب؟ سبحان الله، أن يجعل قضاياه بيد هذا الغرب، غرب يريد أن يفتك بدينك وملتك وأنت تثق فيه. عجب والله، عجب، عجب، عجب والله. فلما أوعز إليه تدخل الجيش الإثيوبي أول أمس وقبل أول أمس، فدخل يقتل ويعيث في الأرض فسادا. فلازالت الأخبار التي تأتي من هنالك يتخللها ضباب كثيف، بحيث لا ندري ماذا يقع. المصدر الوحيد، الإعلام الوحيد ينتمي إلى إثيوبيا، التي قال ناطقها الإعلامي بأننا استطعنا أن نقتل أكثر من 3000 من قوات المحاكم. لا إله إلا الله. فعادت الأرض إلى الفوضى من جديد، الفوضى البناءة. هذا هو مشروع أمريكا في العالم، الفوضى البناءة، فوضى تبني أمريكا وتبني مشروع أمريكا وتبني وتحقق أهداف أمريكا. لما كانش الفوضى في العالم الإسلامي، أمريكان ما غاديش تدير البترول في خطرها، أمريكان ما غاديش تدير المياه نتاع المسلمين في خطرها، أمريكان ما غاديش تستعبد المسلمين وتغير البرامج في خطرها. لا بد من فوضى، وعن طريق الفوضى نمرر مشروعنا ونحقق أهدافنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمر العام فلا تمحى من ذاكرتنا أبدا تجربة حزب الله الذي وقف في وجه الآلة الصهيونية الأمريكية بتواطؤ العرب، وحقق الله على يده نصرا لم يكن يريده حتى أقرب الناس إلينا. لا إله إلا الله. فإذا بالجيش الصهيوني الذي لا يقهر يخرج مدحورا مذموما مخذولا، وقد ترك الدبابات هنالك أشلاء ممزقة وقعت فريسة لصواريخ حزب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من منا ينسى هذا الخروج لهذا الشعب ولهذا الجمهور إلى السراي الحكومي في بيروت، يطالب بتنحية حكومة لا تمثل الشرعية، فتقف أمريكا إلى جانبها رغم علمها أنها لا تمثل الشعب اللبناني. سبحان الله. ولا زالت لحد الآن مستعدة لكي تقيم مناسبة عيد الأضحى في تلك الساحات، مطالبة بحقها بطريقة حديثة حضارية لا إرهاب فيها، ولا قتل ولا سفك ولا ما يحدث في تلك المظاهرات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله. أما في بلد المغرب، يمر العام ولن أنسى أبدا، لن أنسى أبدا الارتفاع المهول
في أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية في ظل هذه الحكومة التي طالما ادعت أنها حكومة اجتماعية، زيادة في الماء، زيادة في الكهرباء، زيادة في البنزين 3 مرات، زيادات، والمكتوي بنار الزيادات الفقير الذي لم يحقق أدنى مستويات العيش الكريم، ويضاف إلى كاهله هذا الثقل الذي تمثله الارتفاع في أثمان المواد الأساسية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. نيران الأثمان الملتهبة في بلادي لم تكن الوحيدة التي تلفح جلود المواطن المسلم في هذا البلد، فثمة نيران أشد لفحا لجلود المواطن، وهي توجه إلى العقيدة والأخلاق وليس إلى القوت فقط. فإن كنت أنسى فلن أنسى أبدا أبدا ما يسيء الكثير من أبناء هذا البلد إلى مقدساتنا، جروح هي أعظم من جروح المساس بمقدساتنا التي قام بها الغرب، إنها أشد عنك لأنها جاءت من أبناء بلد المسلم. تطاولت بعض الأطراف كما هو حال إحدى الصحف التي الآن أحيلت إلى المحاكم، تطاولت على الذات الإلهية، على نبينا رسول الله، على صحابة الحبيب، على الجنة، على النار، على الغيبيات، تستهزئ بديننا عياذا بالله. وكم استهزأت الصحف بديننا، وكم صرخنا على المنبر لما لعنت إحداهن رسول الله فسكت الجميع ولم تتابع لكونها خرجت عن إجماع المغاربة وعن دستور المغاربة، لم تتابع لحد الآن. فعادت الكرة هذا العام، أعادت في 2006 ما قالته في 2001، أعادت نفس القصيدة في الرباط في إطار حفلة أقامها أحد الفرق النقابية، فخرجت عليهم لتلعن رسول الله الملعونة. الله، أسأل الله أن يشل أركانها وأن يشل أركان جميع من وقف إلى جانبها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقلت ونشرت على صدر صفحاتها الاستهزاء بالإيمان وبالمقدسات، مدعية أنها إنما نقلت شيئا يثيره المواطنون، فنحن لم نفعل إلا أننا نقلنا ولم نزد شيئا. استهزأوا بعيد الأضحى وسموه مجزرة، واستهزأوا بشعيرة الصيام وقالوا كذلك كل مرة مضمين، واستهزأت بالصلاة. وإن كنت أنسى فلن أنسها فيلم هذا العام، الفيلم الذي يستهزئ بالآذان. مغربي يا أخي، مغربي يستهزئ بالآذان وبالصلاة، ويستهزئ بكل مقدسات المسلمين. وعين الله يهديكم يا المركز السينمائي، وش أنت تجيز نشر فيلم وعرضه في قاعات السينمائية المغربية والنقاد، ماشي مسلمين، النقاد السينمائيين ماشي يعمل، قالوا لك حتى من ناحية المضمون الفني ليس له مضمون فني إطلاق، مولته فرنسا لأن فيه قدح لعقيدة المسلمين وقدح لمقدسات المسلمين ورفع لليهود في إطار ما يسمى بالتسامح. لا إله، فعرض وجاء وأعطى له التأشيرة وعرض في المغرب. يعرض فيلم يستهزئ، يعرض فيلم مغربي يستهزئ بالصلاة وبالصيام، يعرض في قاعات السينمائية المغربية وبقرار بتاع المركز السينمائي المغربي
لن ننسى ما وقع هذا العام لديننا، لن ننسى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لن ننسى أبدا ما يقع اليوم في معرض الكتاب في الدار البيضاء، حيث قرر وزير الثقافة أن لا يتم عرض أي كتاب يدعو إلى الشعوذة. متفقين معنا متفقين؟ متفقون إذا كان الكتاب يدعو إلى الشعوذة. ولكن تعرفون ماذا يقصد بالكتاب الذي يدعو إلى الإذهاب وإلى الشعوذة؟ اسمه الكتب، كتب الحديث، كتب التفسير، كتب التي تناول قضايا الإسلام. يصرح ما خلى حتى كتاب مسلم. العام الفايت رفض أن يعرض المصحف، المصحف رفض. أما اليوم فقد رفض، ليس فقط رفض عرض المصحف، كل كتاب يتحدث عن الإسلام رفض أن يعرض. الإقصاء، عقلية الإقصاء، عقلية الإقصاء في بلد مسلم، وجايب كل شيء الكتب، اللي يهضر على الشذوذ، اللي يهضر على كل شيء، لأن هذيك حداثة، هذيك حداثة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال بالحرف الواحد يعرض ينبغي عرض الثقافة الحداثية والتنوير، ثقافة الحداثة وثقافة التنوير والانفتاح على العقل الكوني، وإقصاء الكتب التي تنشر الشعوذة الثقافية وبث ثقافة الكراهية والحقد وأفكار الغلو والتطرف. أما في مدينة مراكش فأبشركم أنها لا تريد توديع هذا العام إلا بعمل جليل سيخلد في التاريخ. لجنة الحفلات استدعت مطربة الإثارة الجنسية اللبنانية لتحيي الليلة من العاشرة مساء إلى صلاة الفجر، باش ما يضعلكم الصلاة تاع الفجر. هذا الاحتفال بعيد الأضحى، ماشي بالعيد السنوي، لا، هذا الاحتفال قالك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يسر لجنة الحفلات بمدينة مراكش أن تقيم حفلا صاهرا، نصر أخص الحفل الصاهر، لقيت لكي تقتلوا المسلمين وتذبحوا الأمة من الوريد إلى الوريد. هالشي فين نديروا فلوس تاع البلديات تاع الأمة؟ لأن هذيك ما عندهاش، الله يحسن عونها، ما عندهاش. تعرفوا شحال باش تقطع التذكرة؟ 10,000 درهم للميدا فيها أربعة تاع العشاء، 10,000 درهم. احنا كنسميوه باكية، 1,000,000. أما التذكرة العادية 1,000 درهم، 100,000 فرق. تذكرة عادية بقت لا 5,000 ولا 10,000، لأن الشباب نتاعنا سيدي باغي يتفرج. الشباب اللي جبنا لهم هذوك النساء من لبنان كاع جاو، درنا 20 جاو، درنا 30,000 جاو، درنا 50,000 جاو. لا إله إلا الله. وأخيرا وليس آخرا، تريد إحدى الشركات في المغرب أن تودع عامنا في المغرب توديعا لطيفا، فلقد أشفقت على المواطنين المغاربة، جزاها الله، الله يجزيها، فاختارت طريقة احتفالها بمرور العام واستقدام العام، استقبال العام الجديد عام 2007 بجملة إعلانية تحت شعار الحياة دائما أحلى مع كوكاكولا. المغرب راه باقي له باش الحياة تحلى ديالو، راه شافونا باللي المعيشة نتاعنا مرارت، ما يقدر حتى واحد يشري الكبش، شفيناه باش تنسي النار ديال الكبش في قلبك وتعيش حياة أحلى. شرب هذا السم، شرب هذا السم، هذا السم، إنها أحلى في نظرهم. أتدرون لماذا؟ لأنها تدر عليهم الأموال الطائلة،
يجبونها من جيوب المغفلين الذين لا يعيشون آلام أمتهم. وهي في كل عام تساهم مع الوجود الصهيوني بزوج ملاير وثلاثمائة مليون دولار سنويا على مدى 30 عام. صرح بذلك مديرها، بل مديرها استقبل في الكيان الصهيوني ووشح صدره بأخلص إنسان للكيان الصهيوني. أشمكك شرب شرب، رغم غادي يحتفلوا بيك شرب. لا إله إلا الله، أين من هضره؟ أم اللي تمشي عند الأخ داير العرس ولا تصيب جاب لك كوكا هي الأولى، رغم فتاوي تحريمها من قبل العلماء. يا سبحان الله، هذا الناس ما عندهمش ذاكرة، خمسة مينوت وينساو. زقي أقول لك قرقب، يا أنت تدير روحك تزقي على فلسطين، يا أنت تمشي تشرب كوكا كتساند عمليا ليهود صهاينة في اجتثاث إخوانك ماليا، والفلسطين ما تعطيهم منين تفكر شي نهار وتسيل الدماء مغزارة تنط زقي واي 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 وتولد تشرب كوكا. لا مشروع لا عمل عقلاني لا والو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، ربما بهذا الخطاب أصابكم بعض اليأس. أنا ما قصدي أن أؤيس الناس، لكنني في المقابل أريد لأمة رسول الله ألا تنسى، أن تعرف موقعها في المجابهة، أن تعرف عدوها، أن تعرف مخططات عدوها، لكي تضع مشروعا لمواجهته، مشروع عقلاني طويل الأمد، فيه المساندة، فيه الدعم، فيه كل يقوم بدوره ثقافيا عقديا إيمانيا فكريا اقتصاديا اجتماعيا إعلاميا سياسيا. ينبغي للأمة أن تستيقظ، أن تعرف أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قل سيروا في الأرض فانظروا لماذا تمرون على الأحداث بدون اعتبار. الله يقول انظروا كيف، انظروا كيف، أي درسوا الأسباب التي أدت إلى ضياع الأمم. انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كيف كان عاقبة المستبدين في العراق، انظروا كيف كان عاقبة الأمم التي لم تأخذ بمنهاج الله. انظروا لكي تجتنبوا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الأمة وأن تتدارك الأمر قبل استفحاله. فلقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا. عودوا إلى ربكم، عودوا إلى ربكم، وادعوا إلى دينكم. فالإسلام لا يحتاج أن يبشركم بأنه قادم، رغم الجروح النازفة، رغم الأشلاء، رغم الأرض التي تنحصر تحت أقدامنا. فالإسلام يجد لنفسه في كل يوم دعاة جددا، في كل يوم ينساح لأنه نور الله. نحن متخلفون والإسلام يزداد اتساعا، وما هذه الحروب التي شنت على عقيدة الأمة ودمائها إلا لأن الإسلام بدأ ينهض ويتحرك. فلا بد من قتله قبل أن يكبر، لا بد، يقولون من قتله ووعده في مهده قبل أن يستفحل وتكون له دولة. الآن ندمت أمريكا على الانتخابات في فلسطين، وخرجت علينا بدراسة تقول إن كل انتخابات توصل الإرهابيين إلى السلطة، وكل ديمقراطية توصل أبناء الشعب الذين يحملون آلامه وأماله إلى السلطة هي ديمقراطية مرفوضة. ينبغي أن نضع الآن، يقولون، خطة من أجل عزل هؤلاء من جديد، حتى لا نفاجأ في يوم من الأيام قيام دولة إرهابية، أي دولة إسلامية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز وذل ذليل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
والله متم نوره ولو كره الكافرون. المهم أنت أين تكون؟ أنت أما الله تعالى يسبب الأسباب ويكيفها كيف يشاء، وفي طي هذه النقمة نعمة، وبعد هذا الليل لا بد من بزوغ نور الفجر، فلن يطول الليل، بل كلما اشتدت حلكة الظلام كلما اقترب موعد بزوغ الفجر. أولما أصابتكم يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ولم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. البأساء في ماذا؟ البأساء في أقواتهم أرزاقهم، والضراء في أجسادهم في أرواحهم، بأساء والضراء، وزلزلوا في قلوبهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر. ثم يقول الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم قرب النصر، اللهم يا رب احيي هذه الأمة بالقرآن، اللهم احيي قلوبها بالإيمان، وأطلق ألسنة أبنائها بالقرآن، واجعلنا جميعا من الراشدين، أكرمنا ولا تهنا، نفعنا الله وإياكم بآيات كتابه الكريم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وصلى الله على حبيبنا محمد، الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا